2022 and 2023. The captain of Al Ahly will now receive the trophy of the Total Energy Cup Champions League 2022-2023. يعني في البدايه بحب اشكركم طبعا، بشكر اخواننا المغاربه على حسن الاستقبال وحسن النظام، الدخول بسهوله والخروج بسهوله والاجواء رائعه بصراحه. هارد لك طبعا للفريق الودادي، يعني استمتعنا باللقاء، استمتعنا بقطبي الكره الافريقيه، النادي الاهلي المصري والنادي الوداد المغربي. بصراحه استمتعنا بكل حاجه، استمتعنا بالنظام، استمتعنا بالاجواء، استمتعنا باللقاء، لقاء كبير جدا جدا جدا. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، فريق كبير طبعا وحقق يعني البطوله 11 في تاريخه، وانا فخور اللي انا طبعا انتمي للاهلاوي وفخور طبعا ان انا مصري، وبشكركم تاني وبشكر اخواننا المغاربه، شكرا لكم. كلمه يعني ربما اللعيبه الاهلي المصري، لا اللعيبه النهارده كلها ادت اللي عليها، الاجواء كانت صعبه ما شاء الله عليهم بصراحه، حتى لما دخل فيهم الجون انا كان عندي ثقه ان هم هيرجعوا وان هم هيجيبوا جون. صراحه لعبوا كره على الارض في اوقات كتيره نتيجه الضغوط اللي تعرضوا عليها من الجماهير بتشجع بضغط كبير جدا، ولكن هم كانوا متماسكين، كانوا بيتكلموا مع بعض في الملعب كتير جدا، لمين نفسهم بصراحة. نجم اللقاء بالنسبة لي محمد عبد المنعم، قدر اللي هو يحرز هدف التعادل، وبعيد عن هدف التعادل لا هو كان بيتكلم على طول وكان بيطلب الكرة على طول وكان مدي تقل في الحتة الدفاعية اللي ورا وكان بيطلع بالكرة وبيحاول يلعب كرة على الأرض ونقل الكرة. ويعني بشكركم تاني وبشكر كل المغاربة، يعني اخواننا حبيبي، الله يخليك، شكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.